مين في رأيك حاليا هو المدرب الأفضل في العالم؟ Agora, agora, دلوقتي acho que o Guardiola. أظن Acho que جوارديولا. Guardiola está, na minha opinião, hoje é o melhor. في وقت في من رأيي إن جوارديولا هو واحد من أحسن المدربين دلوقتي، لأن هو بيثبت دوت بالأرقام. بس طبعا المكان بتاع أحسن مدرب ده شيء صعب جدا، لأن الناس كتير، توشن وساو عاملين شغل كويس جدا، كلوب كمان عامل شغل كويس جدا مع ليفربول، فطبعا المنافسة على اللقب دوت صعبة جدا. واتلتيكو مدريد كمان مدرب اتلتيكو مدريد بيعمل شغل كويس جدا. بس طبعا الارقام طبعا هي اللي بتحسم دايما. Está com a equipe melhor, sem dúvida, na minha opinião, o Pep Guardiola. وطبعا في رأيي دلوقتي أفضل مدرب من رأيي بالأرقام هو كوتش بيب جوارديولا.